اهلا ومرحبا بكم. جديد في القناه ديالي شام او يوتا الان. اليوم كيف ما تشوفوا جي ان لوك دو سواري هكا، ان بتي شينيون هكا اللي الفوق مهزوز، تيفكرنا شويه في لي زاني، يعني اون ديغي لي زاني 50 لي زاني 60 كون سا. وكان هاد وهاد لي كوافور هادو كانوا تري تري على توندونس. هما سهلين صراحه، ما صعبينش بزاف وما كيطلبوش منا بزاف الوقت، ما كيطلبوش منا بزاف ديال التكنيك. يلا دابا كيف ما كتشوفوا غادي نبداو نديرو لا بتيت كوافور ديالنا. كيف ما قلت لكم شيطه اللي هي سامبل، ما كتحتاجش منا بزاف ديال الخدمه ولا شي حاجه. فوالا غادي نحتاجو مشيطه بحال هكا كوما بينياكو اللي عندها هاد الرويس هكا داير، مشطة عادية ديال الشعر ديالنا، دي شينيون كوم سا، مقبطة شينيون بحال هكا، شينون دي زوتخ بحال هكا صغيورين، بوستيش بحال هكا كيدير تقريبا تلقاوه البنات في لي باساج في البرايس فين كيتباع لي زاكسيسوار ديال لي شوفو هذا. باشير 30 درهم هكاك، ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف. فوالا دي بوندون بحال هكا، بوندو دو شوفو هكا، سوا هدا نوار بحال هكا، سوا ان بتي تخيك بلون بحال هكا، سا ديبون تيا بلو كو ديالك واش يمكن لك شنو تبغي ديري في شعرك. فوالا نبداو دابا تنشوف بان نخدم شتي كبيره بحال هكا. انا باغيه نخلي الوش ديالي تبقى نازله. فوالا نجمع الشعر الاخر، و سا ديبون تيا وفين باغية تهزي. تشوفي بانك باغية تهزي المشطة ديالك الفوق هزيها، بغيتي تخليها جوست لتحت شوية جزي خليها. فوالا كوم سا، مي بور اون بتيت سواري كوم سا سي دو بريفيرابل انني نهز المشيطة ديالي بحال هكا، ناخد الاستيك بحال هكا. علاش؟ باش يجيني في لاكولوغ ديال البوستيج ديالي شعري. فوالا جمعت لي شعري كوم سا، ما نزيرش بزاف لان انا باغية الشعر، باغية المشيطة تجيني هكا شوية محلولة، ماشي دائما مجبدة ولا هادي. فوالا جوست ممكن انني نفخ هاد البليصه هادي غير بالمشطه ديالي، ماشي ضروري ندير الكريباج لشعري كوم سا. هلا توت فاصون من بعد انا باغيه ندير بوندو. فوالا كناخد البوستيج ديالي كوم سا، كنخشي يدي فيه مزيان، اي فوالا ها هو هنايا. ما غادي نرصيه ما والو، دابا غادي نحاول اوب الشعر ناخدو هنايا الفوق كوم سا ونتنيه، ونبقى غادية تانية شعري. جانا بخيتو ان فلاكام ما كتبانش، معليش من بعد نهبط بحال هكا، نتوما غادي تشوفو من بعد غادية. وكان كندور البوستيج ديالي كوم سا كوم سا حتى كنغلف بيه شعري بهاد طريقة. نتوما البنات ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، او ميم طون ممكن نمشي تكوافور فحال هادي هكا نمشي بها لحطيره، ماشي ضروري نمشي عند كوافور باش دير لي مشيطه من هاد النوع هذا. بحال هلا كتجي غزاله، كتجي غزاله. انا بغيت نثبتها بهاد المقيبطات هادو شينيون ولا مقبطات من هاد النوع، مقبطات من هاد النوع هادو هما كيتبتو كتر، سا ديبون شنو ما عندك شنو ما بغيتي. فوالا من هاد النوع هذا. فوالا ناخذ لي بتيت شينيو كوم سا وندورهم ونبقى نثبت الشعر اوب انكور، ونحاول ندور البوستيج ديالي مع شعري مثبت بحال هكا، او ميم طون كنحل باش الشعر كيبقى باين مغلف ليا داك البوستيج من بعد ما كيبانليش البوستيج. هوب كوم سا
الوغ كتبقاي تسائلي كيفاش دايرين في حال هاد المشيطة هادي، شنو هما الحوايج اللي هذا، هانتي حوايج اللي هما بساط سامبل ممكن تلقايهم. فوالا انكور ديغيير وهو الشعر ديالنا كله جا مغلف. اوب ممكن كنحاول نفخو غير شويه، سا ديبون انتي وشنو بغيتي والجهه الاخرى حتى هي كونسا او ميم طون. غادي يبان ليا الشعر فوالا، وغادي يجيني بحال شكل ديال التاج بوغي فوالا. نتمنى ان هاد لي تيتو دو كوافور دي بتيت كوافور لي هما ساهلين وبساط، و او ميم طون سا شونج انني بغيت نجمع شعري، بغيت نمشي هكا لان بتيت سواري ممكن ندير دي بتيت كوافور فحال هكا لي سامبل وما كيطلبوش مني بزاف ديال الوقت، ونديرهم راسي بلا ما نمشي عاد نصايبهم في ان سالون دو كوافور ولا شي حاجه. فوالا البنات، نتمنى هاد تيتو دو كوافور يكون عجبكم، وفي لي توتو المقبلين إن شاء الله. باي باي، بيسو.